حياكم الله، معكم ياسر. راح نسولف معكم عن الجهاز اللي هو S21 Ultra من سامسونج بطريقة مختلفة. نفتح العلبة مع بعض. داخل العلبة كيبل الشحن التايب سي بس، لا سماعات ولا راس شحن. نبلش بالشاشة اللي تعطيك 120 تردد إطار بالثانية، ومحمية بجوريلا جلاس فيكتورز بقياس 6.8 انش، والكواليتي اللي فيها QHD بلس 3200 على 1440 بمعدل كثافة 516 بكسل حق كل انش. أما البطارية 5000 ملي أمبير، وسرعة الشحن اللي يوصل ب 50% بأقل من الساعة، لأن الشحن فيها بقوة 25 واط. وزن الجهاز 228 جرام، ومصنوع من الألمنيوم ضد الماء لمدة 30 دقيقة بمواصفات الـ IP68 بعمق متر ونص. الجهاز يجيب لونين، الأسود المطفي والرصاصي اللماع. الجهاز يدعم الـ 5G لسرعات خيالية وقت الألعاب والداونلود، وأيضا يدعم الـ Wi-Fi 6E ويقبل شريحتين نوعية نانو سيم. الجهاز داخله 3 ميكروفونات تعطي وضوح كامل وقت المكالمة وعزل للضوضاء. أما الرام 12 جيجا بايت ل 16 جيجا بايت، 8 نواة إكسينوس 2100 من صناعة سامسونج بتكنولوجيا 5 ناتو. وأخيرا الكاميرا، جربناها المرة بشكل مختلف عن أي تقييم ثاني سويناه، صعدنا لأعلى قمة برج أريدو. يحتوي الجهاز على كاميرا أمامية بقوة 40 ميجا بكسل وثلاث كاميرات خلفية، الأولى 12 ميجا بكسل، الثانية 108 ميجا بكسل، الثالثة 10 ميجا بكسل، واللي معها عدسة إضافية للعزل، وما ننسى الفلاش والليزر اللي يساعد في تعديل الفوكس. أما الفيديو يصور 8K، وسرعة السلوموشن توصل ل 120 إطار في الثانية. هذه كانت نتائج التصوير من برج أريدو. هالجهاز متوفر في كافة أفرع أريدو ومواقع البيع. كان معكم ياسر، ونشوفكم في أجهزة ثانية.